أستاذ سعيد عريقات، هل تغير الإدارة الأمريكية، رحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب وصفقته يجعل من حل الدولتين إطلاق مفاوضات جدية أمر ممكن بطبيعة الحال؟ ونحن نعلم أن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات وليس أشخاص. أولا كل عام وأنت بخير والأمة العربية وأنتم بخير بخير وإن شاء الله يعاد علينا جميعا بالعز والكرامة. اللهم آمين. أولا نعم، هناك فرق كبير ما بين إدارة بايدن والإدارة السابقة إدارة ترامب بعدة من كل الأوجه. بالنسبة للقضية الفلسطينية بالتحديد، الإدارة السابقة تبنت موقف نتنياهو 100%، تبنت موقف الاستيطان، تراجعت كثيرا عن أي حل تفاوضي. الإدارة الأمريكية هذه تحدثت منذ اللحظة الأولى منذ قدومها يوم 20 يناير الماضي وقالت نتمسك بحل الدولتين، وعادت إلى نفس الشعارات واللغة التي تبنتها كل الإدارات السابقة، جمهورية كانت أم ديمقراطية. المشكلة حقيقة هي ليست بالمفاوضات. الطرف الفلسطيني أظهر استعداده للتفاوض باستمرار وفاوض حتى ما لا نهاية. المشكلة هي أن إسرائيل لا تلتزم بالمفاوضات ولا تقدم تنازلات مقابلة، وقدم الطرف الفلسطيني كل هذه التنازلات وذلك بدعم أمريكي جمهوري وديمقراطي أيضا. نتذكر تماما أن مباحثات كامب ديفيد الشهيرة عام 2000 تحت رعاية كلينتون الرئيس الديمقراطي الذي تعهد بأن يكون غير منحازا، ولكنه في نهاية المطاف انحاز إلى موقف إيهود باراك. نتذكر مواقف أيضا أبان إدارة أوباما، دورتين من إدارة أوباما، ونرى أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط بكل ما تقدمت به الإدارة، وكان آخره محاولات جون كيري وزير الخارجية السابق لمدة 9 أشهر الذي خاض عملية تفاوض، وفي نهاية المطاف إسرائيل لم توافق على ما كانت قد وعدت به قبل ذلك بسنوات طويلة. فإذا المشكلة هي أن إسرائيل لا تقبل بحل تفاوضي، لا تقبل بحل الدولتين، لا تقبل بأن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لفلسطين، لا تريد أن يقر العالم بأن عدد اللاجئين على سبيل المثال حوالي 5 أو 6 مليون. يعني كل هذه القضايا تطرحها إسرائيل وتتمسك بها. وهناك الموقف الإسرائيلي واضح، ولكن الموقف الأمريكي، هل التعويل على الإدارة أستاذ سعيد الديمقراطية في محله رفع سقف التوقعات من هذه الإدارة أو غيرها دون تحقيق الشروط المطلوبة، الضغط والحشد المطلوب كما تحدث السيد حمادة فراعنة، إذا لم نفعل ذلك نحن أمام قفزة في الهواء لا أكثر ولا أقل؟ يعني هذا تعبير ممتاز جدا، قفزة بالهواء لا أكثر ولا أقل. ويعني أنا أذهب للخارجية يوميا وأناقش هذه القضايا معهم، ناقشتها يوم أمس، فهم يتشدقون، الولايات المتحدة تتشدق بالكثير من القضايا، مثلا تقف ضد هدم البيوت والتجريف وإلى آخره ولكنها لا تفعل شيئا، تقف ضد الاستيطان ولكنها لا تفعل شيئا، وأنا أتحدث عن الديمقراطيين ليس الجمهوريين، تتحدث عن حل الدولتين، لكن حل الدولتين هذا يجب ان يحدث على الارض وليس في الهواء وليس في 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 حاله تجريديه. ما هي الخطوات التي ممكن للولايات المتحده ان تتخذها لتضغط على اسرائيل؟ في تقديري ومن تجربتي وما اسأله يوميا انها لن تتخذ خطوه واحده. نعم ستعيد دعم الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية، ستعيد وإعادة دعم أنروا، تتحدث عن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ربما خلال أسابيع قليلة مع حلول سبتمبر، ربما قد تعيد فتح مكتب منظمة التحرير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. لكن في تقديري أن الضغط المطلوب من الإدارة من الأمريكان على إسرائيل كي يكون هناك حل هو حل الدولتين، في تقديري أن هذا بعيد المنال، بعيد المنال.
في حالة واحدة، إذا كان هناك تكاتف عربي وقوة عربية وموقف عربي واحد، يعني لا يمكن أن يكون هناك ضغط عربي موحد أو كثافة في هذا الضغط العربي إذا كان هناك وهذا ربما ما أشار له الأستاذ